هل لا يزال دكتور أحمد الهلال الأحمر المصري يتابع معكم تطورات الأحداث، يرصد أيضا الاحتياجات الطبية والعلاجية التي يحتاجها الأطباء والمستشفيات في غزة، خاصة بأنه أشرت يعني أنت دكتور أحمد قبل قليل بأن وضع المستشفيات كارثي اليوم؟ يعني بالتأكيد الهلال الأحمر المصري هو من يستلم كافة المساعدات التي تصل إلى مصر ويقوم بترتيبها حسب الأولويات ويتم إدخالها. اليوم بالفعل كان هناك خطوة إيجابية وهي دخول الشاحنات المصرية إلى منطقة شمال غزة بشكل مباشر، يعني تم إدخال 50 شاحنة مصرية وصلت بشكل مباشر دون إجراءات التحميل والتنزيل من شاحنة إلى شاحنة، واستمرت بالدخول إلى شمال قطاع غزة وتفريغ هذه الشاحنات. هذا شيء إيجابي يساعد في سرعة إدخال هذه المساعدات للمستشفيات ولمراكز الإيواء، ولكن نتحدث عن شيء أساسي، لا زال ممنوع من الدخول إلى قطاع غزة وبالتحديد في منطقة الشمال، وهو الوقود. لم يصل الوقود إلى شمال قطاع غزة، نحن بحاجة إلى إدخاله بالسرعة الممكنة من أجل استعادة العمل في المستشفيات وسيارات الإسعاف ومراكز الإيواء. شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من معلومات وإيضاحات، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني دكتور أحمد جبريل، كنت معنا من رام الله.